الأمر هنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في صحيح مسلم: فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المقام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين. ومن هنا اختلف العلماء في الركعتين اللتين بعد الطواف أتكون واجبة أم سنة. جمهور العلماء على أنها سنة، وبعض أهل العلم قال إنها واجبة. لما؟ لوجود الأمر، لوجود هذا الأمر. وعلى هذا فليحرص المسلم على ألا يدع هاتين الركعتين اللتين بعد الطواف. وسبق وأن فصلته المسألة في مسائل الحج.